وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده احنا هنبتدي بفقره الحلول والنصايح. ونصيحه النهارده هي ازاي نحافظ على السكاكين بتاعتنا. السكينة أول ما بنشتريها بتبقى حلوة وبتقطع كويس وبتساعدنا في شغلنا، وبعد شوية بنلاقي إن هي ابتدت تبقى مش بتقطع بنفس الجودة، فبنحتاج إن احنا نسنها بالسنانة بتاعة السكاكين. قبل ما نبتدي نسنها أنا بس عايزة أشرح إيه اللي بيحصل. احنا عندنا دلوقتي ده حرف السكينة بتاعنا، الرز بيمثل الجزيئات بتاعة المعدن في حرف السكينة. أوكي؟ أول ما بنشتري السكينة الجزيئات كلها بتبقى مظبوطة مرصوصة، الرصة الحلوة دي. أوكي؟ ده طبعا أكننا حطيناها تحت مايكروسكوب وبنبص على جزيئات المعدن بتاع السكينة. الجزيئات بتبقى مرصوصة رصة حلوة ومساوية زي ما احنا شايفينها كده. كل ما بنقطع بيها كل الفريكشن أو الاحتكاك ما بين السكينة وما بين أي حاجة احنا بنقطعها، سواء لحمة، بصل، ليمون، أيا كان، بيبتدي الجزيئات تتحرك. أوكي؟ هتبتدي تعمل كده. طبعا ده على زي ما قلنا حاجة تحت الميكروسكوب، يعني احنا مش هنشوف ان السكينة ابتدت تنفش من تحت، لا، بس تحت الميكروسكوب الجزيئات بتاعة المعدن بتبتدي تبقى عاملة كده. ده مش بيدينا نفس النتيجة بتاعة السكينة الحامية اللي هي الجزيئات بتاعتها كلها مرصوصة رصة حلوة ورا بعض بالشكل ده. فلما هي بتكون عاملة كده اتفركشت كده، كل الجزيئات انتشرت في أجزاء مختلفة، مش بتبقى حامية، مش بتقطع معانا كويس. لما بنسنها بالسكينة ده بالظبط اللي بيحصل، السكين السنانة هتبتدي تعمل كده. أوكي؟ وبعدين بنسنها من الناحية التانية هتبتدي تعمل كده، ومرة كمان هتبتدي تعمل كده، ومرة كمان هتبتدي تعمل كده. أوكي؟ هترجع تسويها تاني بحيث الجزيئات كلها ترجع في خط مستقيم مساوي بحيث ان هي تقطع معانا كويس. في ناس بتستسهل، بدل ما بتسن سكينة، وهنشوف دلوقتي ازاي نسنها، ان هي بتبعتها للمكان اللي بيسنوا فيه السكاكين، ولكن المكان ده بيسنها بان هو بيشيل منها جزء. يعني هو اللي بيعمله، طبعا هو بيعملها مش بالسنانة دي، مش بدي، هو بيعملها بحجر. الحجر ده اللي بيعمله ان هو بيشيل جزء المش مساوي ده، بيشيل الجزء ده. اوكي؟ بنشيل كل الحاجات اللي طلعت دي بتتشال، وطبعا الجزء ده بيبقى بعد كده بيرجع مساوي تاني، ولكن احنا شلنا جزء من السكينة وبالتالي الحرف بتاعها بيضعف. فعشان كده ما نوديهاش للسنان كل شوية. اول ما تبتدي تبقى مش حامية نقوم على طول موديناها للسنان، لان كده السكينة بتاعتنا بعد شوية الحرف بتاعها اللي هو بيقطع ده هنلاقيها عمالة تصغر تصغر تصغر، والسكينة بتاعتنا بدل ما هي عريضة مثلا كده تفضل كل شوية تقصر ملي تقصر ملي، لان هو بيشيل جزء بحاله. اوكي؟ طبعا برضو احنا بنبقى مش شايفين الجزء اللي اتشال ده لان هو نسبيا تحت الميكروسكوب صغير جدا، بس بيأثر في السكينة بتاعتنا وبيخليها الحرف بتاعها ضعيف. ان احنا لو قطعنا حاجة جامدة شوية ممكن نبص نلاقي السكينة بتاعتنا اتكسرت من الحرف، هنلاقيها ابتدت تتكسر مننا لان الحرف بتاعها بقى ضعيف. فنبعتها للسنان لما نبقى حتى لو بنسنها مش بتقطع، لكن مش قبل كده. ودلوقتي هنشوف ان احنا عندنا السنانة دي بالشكل ده، عندنا سكينة بتاعتنا ايا كانت، شيفس نايف زي اللي انا ماسكاها دي او اي سكينة تانية. علشان
نسنها كويس، لازم تبقى مايلة بدرجة 20 درجة، ما نعملهاش كده طبعا، وما ننيمهاش خالص، وما نعملهاش حتى 45 درجة، لأن كل ده بيضعف السن. إحنا عايزين نعيد نرجع دول مكانهم، فعايزينها على 20 درجة، زي ما يعني الزاوية بتاعتها تبقى 20 درجة. عايزة أبينها إزاي مش عارفة، كده 20 درجة يدوب. أوكي، والسرعة مش مهمة خالص، يعني السرعة دي الواحد بيعملها بالتدريب أو من كتر ما بنسن سكينة بنقدر نعملها بسرعة، لكن السرعة غير مهمة في سن سكين، وبناخدها من أول السكينة لآخرها. أوكي، أنا سندة دي على، لأن دي أسهل طريقة. أوكي، وبعد كده بنجيب الناحية التانية وبرضو بنسن الناحية دي، وبنعمل كده وبنسن دي. أوكي، بعد شوية لما بنتدرب بنقدر نعملها واحنا ماسكين السنانة كده، مش سندينها على حاجة، لكن ممكن نسندها مش فارقة، المهم العشرين درجة هي دي أهم حاجة، وإننا ناخد السكينة من أولها لآخرها. فبنعمل كده وبعدين بنعمل كده الناحية دي، بنعمل الناحية دي وبعدين الناحية دي، الناحية دي وبعدين الناحية دي، بالعشرين درجة. أهم حاجة برضو بالراحة، مش هتفرق خالص، نعملها بنفس الطريقة بالراحة، لما نتعود ممكن ساعتها نعملها بسرعة. بكده هنحافظ على السكينة بتاعتنا، مش هنخليها تبوظ بسرعة وتتكسر بسرعة مننا لو كل شوية بعتناها للسنان. احنا محتاجين نجيب سنان في البيت نسنها كل ما نلاقيها ابتدت تبقى مش حامية قوي، وده هيحافظ لنا على سكاكين بتاعتنا. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفة التراثية. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية. وصفة النهاردة هي كفتة داود باشا، والوصفة دي من كتاب فنون الطهي الحديث لأبو زيد أمين وطغيان سعيد، الشفات الخاصين بالملك فؤاد، والكتاب ده الطبع سنة 1934. من الملاحظ ان الوصفة دي ما فيهاش صلصة طماطم، بالرغم من توفر الطماطم في الوقت ده في الثلاثينات، طبعا كان موجود الطماطم، والوصفة دي في الغالب ان هي دي الطريقة الأصلية لكفتة داود باشا بدون صلصة. بالنسبة للمقادير عندنا 300 جرام بصل مفروم، 3 معالق كبيرة سمن بلدي، 450 جرام لحمة مفرومة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، عندنا شوية مية أو مرق زي ما نحب، عندنا رشة ملح وفلفل، وللتقديم عندنا رز أبيض. بناخد السمن وبنشوح البصل لحد ما لونه يصفر، وفي بولة هنحط اللحمة، ملح وفلفل، وهنحط معاهم نص كمية البصل اللي بيتحمر، بعد طبعا ما يتحمر يبقى لونه مصفر.
فاضل له حاجه بسيطه ويوصل للون المظبوط. اوكي كده تقريبا لونه مظبوط. هحط البصل مع اللحمه. طبعا المفروض ان احنا البصل درجه الحراره بتاعته تهدى قبل ما نضيفه للحمه. بس عشان الوقت دلوقتي هضيفه وهو سخن بالشكل ده. هنقلب اللحمة والملح والفلفل والبصل المصفر. وهنبتدي نشكلهم على شكل كرات، لأن داود باشا الكرات دي هنسويها في الفرن. احنا بنتبع الوصفات التراثية، بنتبع بالظبط زي ما هم قايلين. لو احنا طريقتنا مختلفة ممكن نعملها بالطريقة المختلفة، بس بنحب نوريكم الوصفة الأصلية كما هي في الكتب التراثية بتاعتنا للتراث الطهوي المصري. الكفتة دي زي ما احنا شايفين بنشكلها كرات. وبعد كده هندخلها تتحمر في الفرن. برضو احنا ممكن نحمرها على النار في الطاسة، ولكن بنتبع الطريقة زي ما الكتاب بيقول. أقلب بس البصل. البصل ده بقى أنا عايزاه ممكن يحمر، مش بس يبقى أصفر. هسيبه على النار شوية كمان. في الوقت ده هدخل الطاجن الفرن. أوكي. بتطلع من الفرن، ده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين اتحمرت في الفرن. انا بس عايزة البصل يتحمر حاجة بسيطة كمان علشان الصوص كله يبقى لونه مشهي كده وغامق. اوكي دلوقتي هحط اللحمة. بعد ما اتحمرت في الفرن بنحطها تاني مع بقية البصل. وممكن مع شوية مرقة أو شوية مية. تكمل بس سواها. هي طبعا تقريبا استوت خلاص.
والبصل كمان يطرى شوية، والصوص يتقل شوية. وبنحط عصير الليمون، ولو احتاجنا شوية ملح وفلفل تاني، بس أنا متهيألي إن اللي حطيناه ده كافي جدا. أنا بس عايزة الصوص يتقل حاجة بسيطة، وبعدين هنغرفها ونقدمها مع بعض. وبكده نكون حضرنا كفتة داود باشا، وعادة طبعا هي بتتقدم جنب الرز أو مع الرز. فبكده نكون خلصنا الوصفة التراثية. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفة العصرية. اهلا بيكم، رجعنا نعمل مع بعض الوصفة العصرية. وكيك النهاردة هي كيك بزيت الزيتون. بالنسبة للكيك عندنا 120 جرام دقيق، 2 معلقة صغيرة بشر ليمون، 6 بياض بيض، 70 جرام سكر، نص معلقة صغيرة ملح، 6 صفار بيض، 100 جرام سكر، 180 مللتر زيت زيتون، 2 معلقة كبيرة عصير برتقال. وبالنسبة لجليز البرتقال اللي هنزين بيه الكيك عندنا 200 جرام سكر بودرة وعصير برتقال حسب الحاجة. نبتدي بالكيك. أول حاجة هنضرب البياض، وأول ما البياض يبقى هش ولونه أبيض هنبتدي نضيف السكر شوية شوية. عايزين البياض يبقى زي المرانج بس مش تقيل قوي، يعني لسه بينزل كده ما بيقفش لفوق. زي ما احنا شايفين الطرف بتاعه اللي من فوق بيرجع ينزل لتحت تاني لما بيبقى مضروب على الاخر، بنلاقيها واقفة لفوق. هاخده احطه في بول على جنب. وفي نفس البول اللي استعملناه للبياض
دلوقتي ممكن احط الصفار و اضربه مع السكر. احنا ممكن نعمل كده ولكن العكس ما ينفعش، يعني لو البول فيه صفار ما ينفعش احط فيه البياض لان البياض مش هينفش بعد كده. اي دهون بتخلي البياض ما ينفش، فطبعا البياض عبارة عن 90% بروتين، انا اسفة 90% مية و10% بروتين اللي هو الألبيومين، والصفار في نسبة دهون أكتر من كده بكتير، نسبة المية 65% والباقي بروتين ودهون. لما البياض لما الصفار انا اسفه مع السكر اتضربوا مع بعض كويس، هبتدي اضيف زيت الزيتون شويه شويه. هنلاقي من الملمس واللون احنا كده عملنا تقريبا مايونيز، بس طبعا في سكر، وهو ده اللي احنا عايزينه. عايزين نعمل حاجة تكون ملمسها تخين شوية، دي هتدينا نتيجة ناجحة ان شاء الله للكيك. حطيت بشر البرتقان، وبشر البرتقان كان ممكن احطه مع البيض والسكر من الاول. حطيت الدقيق، الملح، و عصير البرتقال، اخلط دول مع بعض. اوكي دلوقتي مش هنضرب تاني بالعجان، هاخد الخليط ده ننزل بس الاول كل حاجة من على الجناب، نتأكد مختلط كويس ببعض، وبعدين هاخد حوالي تلت البياض اللي عندي واقلبه براحتي خالص من غير ما ابقى قلقانة ان انا ههبطه، لان في الغالب ههبطه في الجزء ده. انا بس بحاول اخلي الخليط يبقى اطرى شويه علشان لما احط الباقي، خليني احطه هنا عشان يبان اكتر، عشان لما اخلط معاه بقيه البياض يختلط بسهوله اكتر من غير ما البياض يفقد الهواء اللي حطيناه فيه. ونبتدي نقلب بطريقة الفولدينج بالراحة خالص، زي ما احنا شايفين ملمس العجين عامل ازاي. ودلوقتي نحط الخليط في قالب الكيك.
ودلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 30 أو 35 دقيقة. دلوقتي نعمل الجليز، نحط سكر بودرة ونحط عصير برتقال شوية ونشوف لو هنحتاج تاني ولا لا. اوكي كده كمان الجليز جاهز، ده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن وبنبتدي نحط عليها الجليز. وبكده نكون خلصنا الوصفة العصرية. عملنا النهاردة مع بعض داود باشا، كفتة داود باشا بالطريقة الأصلية من الشيفس بتوع الملك فؤاد، وعملنا كيك زيت الزيتون، وزيت الزيتون بيستعمل في كتير من الحلويات الغربية. احنا مش متعودين قوي ان احنا نعمل حلويات بزيت الزيتون، لكن هو بيبقى حلو فعلا ويستاهل ان احنا نجرب، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله ان شاء الله.